السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الاربعاء السويهله بمراكش، واللي ما عرفهاش كاينه في المملكه المغربيه، الخيره والروال الجاليه المغربيه والناس مال المدن الكبرى في المملكه المغربيه، وكل مشاهد قناه زيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، عيالات رجال بنات اولاد اهلا وسهلا بكم جميعا. مرحبا مرحبا صديقنا. اليوم 9/11/2022 تجيونا المشاهدين قناة زيتون المرجان، الحباب تاعنا الغاليين على قناة زيتون المرجان، تصوروا معنا، نحييوهم كبيرين وصغيرين في المكان الحباب تاعنا. ما تنسوش تشاركوا معنا في قناة زيتون المرجان في التيك توك والفيسبوك واليوتيوب، مكتوب عليها زيتون المرجان. أهلا بكم جميعا. وأخويا أخويا ما تبارك الله المليح والزين، ما عندي ما نقول. وشحال هاد الحميات الراس تبارك الله؟ 800 مليح ولا حمت الحنك وحمراء كيما تشوفوا معنا. واش مخلط ولا وحده؟ واه ما خصش يمشي شويه خلاص، ما يخش شي شويه تاع تاع القريشطات ولا شنو هو؟ تبارك الله الحيمات تاع الحنك زوينين هنا في الاربعاء السويهله في مراكش. باش تتخلط هادشي؟ باش تتخلط هادشي؟ هادشي بقريشطات تو القلب، هذاك الشيء تاع القلب فعلا، هذوك تاع القلب بحال الحل تاع مزيان قريشطات والجوا تاع القلب كما تشوفوا، طروفه زوينين ما عندي ما نقول. تبارك الله عليك، لا زوينين لا هذوك تا هما عزاز عليا، انا عزاز عليا. الله يحفظك الله يبارك فيك. تبارك الله تقلية شحال دايره؟ تبارك الله تبارك الله 25 مليحه 25 مخلطه. واللي بغا وحده شحال؟ وحده 30 غير 30 غير وحدها غير راسها هي والرويه ديالها. تبارك الله غير 30. شحال الخيره تاع الكبده؟ هي بالشحمه 16 مليح وبلا شحمه؟ تبارك الله عليك. انت اللي كاين في السوق عنده هاد الراجل، لا شت هذاك الشيء كل شيء صورته هاد الخيرات. تبارك الله نوريو الجميع الحباب تاعنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، الخيرات نوريو الحباب تاعنا اللي مولفين اسواق الاسبوعيه بالمملكه المغربيه. اهلا بكم. جردوان مسيد زوين، نحيو الحباب تاعنا في المكان. هذا الرجل رجل مخير هنا في الاربعاء السويهله بمراكش، كي تشوفوا معنا الخيرات تاع الكرعين والكبده والتقليه والحمر الراس، ونحيوا الحباب تاعنا في المكان. اهلا بكم جميعا. تبارك الله غنسولوا على ثمنه كيما تشوفوا معنا هاد الخيرات. الحاج رضوان شحال هاد؟ الله يحفظك الله يبارك فيك اودي السي الحاج. شحال هاد الكرعين؟ 6000 ريال العماره. 6000 ريال العماره وعمارات غلاظات كي تشوفوا معنا في الاربعاء السويهله بمراكش. كي هادي كي هادي؟ كاع كيف كيف، ثمن واحد كاع كيف كيف كيما تشوفوا. هاد الخيرات تاع الكبده ها الكبده 2400 تبارك الله 2400 الكبده، لا ماء لا والو بلا شحمه. واللي بغى شويه الشحمه سي 80 درهم. كاين عندكم غير 2400 و80 درهم. هي اللي كاينه الحاج، هي اللي كاينه في السوق باش تبيعوا. وهذا المخ شحال سي الحاج؟ 30 درهم. 30 درهم تيقول لنا الحاج رضوان عزيز علينا. لحم الراس بلا جلده ولا بجلده؟ بلا جلده ومخلط ولا
بحال هكاك كما تشوفوا الحاج رضوان تيقول لنا لحم الراس بحال هكاك غير الهبره اللي جلده فيه شويه العظم 100 كاس الحاج 100 ماخذ شيء ماخذ شيء 100 غرام شحال؟ الكيلو فيه 100 غرام تاع العظم شحال قلتي لي ديال الكيلو؟ 800 ثمن ممتاز ثمن مزيان هنا في الاربع السويلق من مراكش وهاد قالي شحال اسيدي؟ مخلطه واللي بغاها وحدها 30 درهم ثمن معقول ثمن شي حاجه رفيعه ثمن مناسب كما قال الحاج رضوان هنا في الاربع السويلق من مراكش خيرات تبارك الله وراجل زين وراجل معقول من المشاهدين الحباب تاعنا هذا الحاج رضوان من سيد زوين اه اذكرت يا الحاج رضوان كما قال الحاج رضوان ضحكنا مع الحباب وحط فمو على ليدو على فمو راه كمل ريالات اهلا السلام عليكم كي داير بخير الله يحفظك الله يبارك فيك الله يطول عمرك ها هو المعلم راك من صافي تسلفوك تسلفوه ما تخاف صافي كملنا قول لي بشحال بعت لكم تاع اليوم 2400 2000 وشو جات الشحمه مش حيمة 80 درهم مول مليح باع وراه طيب يبارك فيك ياك انت نشيط الحمد لله الله يبارك فيك وشحال الخيرات تبارك الله 500 تاع الغنمي ما عندكش البقري بقري الله يجيك يلا جاي باقا في القرنة باقا السلعة في القرنة وشحال بعتي هذيك الشحيمة 30 درهم 30 درهم وهاد القرية اللي قلت لي جاب 500 واش وحدة ولا؟ مخلطة وحدة 30 درهم وحدة 30 درهم 30 درهم واخا مرحبا وهاد الطويحلة شحال دايرين؟ الطويحلة 5 درهم الواحد 5 درهم الواحد أيوة وبشحال بعتي هاد الكبدة ولا الدوارة؟ الكبدة بعناها ب 90 درهم الدوارة بعناها ب 2600 2800 واللي بغى الكبدة والقلب؟ الكبدة والقلب 90 درهم بلا شحيمة؟ بلا شحيمة بلا شحيمة 2600 إيوا أنا تنقول لك غير الكبده والقلب 2600 مرحبا هذا تا هو صديق تاعنا في الاربع السويهله من مراكش مرحبا هذه ما تجي مع الخير مع هذا نكملوا قد قد الله يسهل عليك يا رجل الله يسهل الله يجيب لك التيسير هذا عبد الجليل تا هو من سيد الزوين من مراكش تنحيي كل مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا اهلا بكم جميعا تنحيوا كل مشاهد قناة زيتون مرجان مرحبا سي زيدوني اهلا سي عبد الجليل شكرا لك شكرا لك سي عبد الجليل الله يحفظك لينا هاد الخيرات تبارك الله عند عبد الجليل هنايا في الاربع السويهله في مراكش ونحيوا الحباب تاعنا داخل الوطن او خارج الوطن كبار او صغار الناس الجاليه ديالنا نعم مرحبا سي عبد الجليل تنحيوا الحباب تاعنا من طنجه القويره في القرى في الباديه في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكه المغربيه اهلا بكم جميعا شحال هاد تقال يا خويا عبد الجليل 20 درهم مخلطه واللي بغى وحده شحال 35 30 ثمن معقول اللي كاين في السوق عند عبد الجليل هنايا اللي كان زايد ولا ناقص تناقشوا مع تبارك الله عليك الله يحفظك شكرا لك الحمد لله لا ما كاينش عارف انا كاين الناس بحال العائله ديالنا اللي كيشوفونا من طبيعه الحال معاك ويهضر معاك ايه الله يهون نحييهم 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 تحيه كبيره ما ليهاش الحد كبير وصغير في المكان والحباب تاعو وهذا لحم الراس 40 درهم سي زيدون 40 درهم من الجلده ما فيهش الجلده ومخلط ولا بلاش مع شويه قرشوط واللي ما بغاش قرشوط سي عبد تبارك الله عليك سي عبد الجليل ما عندي ما نسالك سي عبد الجليل وهاد هاد الكبده والقلب الكبده والقلب 120 بلا شحمه بلا شحمه واللي بغى بشحيمه 16 كي الغلمي كي البقري البقري كي الغلمي الزيتون وهاد المخيخ شحال اخويا 35
35 اللي تيقول لنا عبد الجليل، و 35 ماشي بزاف عبد الجليل. 35 تبارك الله عليك يا عبد الجليل، كنت ما نزيرك ويلي ضمتي ليا في الواد. تبارك الله عليك يا شريف، الله يحفظكم. الزيتوني تبارك الله، هذا الرجل تاوكا عنده السلعة نقية هنا في الأربع سويلة قبل مرة. هي 25 درهم. زايد فيها واحد مليح. لا زايدة. مليح وكري الجودة. والراس هذه الراس 40 درهم، ناقص 100 درهم. ها هو ذاك الشيء راه منغم. هذا الدحمة. لا عاد عندنا الشيء. سير تاتو كاسيطة تكون اكتها مع راسك ورجي مرحبا. بشحال هاد التقنية اليوم؟ 25 درهم مخلطة. مخلطة هي وشحيمة هذيك. واللي بغاها وحدة شحال؟ 30 درهم. عطينا شحيمة باش. هي بالزربة. جبنا شي واحد تقول لي فيها هذيك. شتو السيس؟ واش تقدر؟ السيس؟ ها هي الموتون برد. الله يرحمني والديك. وحدة شحال اخويا؟ حدا حسبها 30 درهم. وهاد اللحم الراس 800 درهم ودا مع الزيت مخلط ولا وحده؟ خو مخلط راه ما دار بيه على شي بوحده، راه كاع السلعه اللي غلات. السلعه اللي غلات. السلعه اللي غلات. شحال تقلية صوني؟ تقلية 500. وهاد الكبده والقلب شحال داير؟ كبده والقلب 80 درهم. هي وشحيمة وبلا شحمة 120 درهم. تبارك الله عليك. كل داسة واحد شوية باتجي. أنا ودا المعلم الزيتوني. مع الدي مركول. الله يسهل عليك يا رجل. عندك اخويا الرفيق الثاني راه ليزو كريم تبارك الله. تلاقينا عند عبد الجليل هنايا في الاربع سويله في مراكش. نحيوك يا رجل، مرحبا.